لسه شاري اس اس دي جديد. مبروك عليك يا عم، بس قاعد محتار ومش عارف تنقل عليه الويندوز بتاعك ازاي. خايف تضيع وقت وتعب ويمكن اصلا تبوظ كل حاجه. شايل هم انك لسه هتسطب ويندوز من اول وجديد. طب لو قلت لك ان في طريقه تخليك تعمل كل ده في دقايق وبدوسه زرار، خليك معايا وهوريك ازاي. انا مصطفى يسري من عرب هاردوير، وهتشوفني على عرب هاردوير الفتره دي كتير. والنهارده انا جاي اكلمك عن برنامج ايز اس ديسك كوبي، يعتبر واحد من اجمد البرامج اللي ممكن تستخدمها علشان تنقل ملفاتك بين وحدات التخزين. طبعا هتقولي دلوقتي ما انا اقدر اخدها كوبي وخلاص، اتقل عليا بس كده، وهقولك البرنامج ده يقدر يعمل ايه. مبدئيا تعالى كده نفتح جوجل ونجرب نسيرش مثلا على ايزي كلون ويندوز تو نيو اس اس دي ونسيرش. اول نتيجه هتظهر لك من موقع بي سي وورلد، وهو موقع غني عن التعريف طبعا، والموقع ده بيرشح برنامج ايزس كافضل برنامج لنسخ وحدات التخزين. طب حيرتني معاك ابو المساطيب، بيعمل ايه البرنامج ده غير انه مجرد كوبي وبيست؟ البرنامج ده ببساطه يقدر ينقل كل حاجه جوه وحدات التخزين اللي موجوده عندك، سواء كانت هارد او اس اس دي، لاي وحده تخزين جديده انت اشتريتها. مش بس كده، البرنامج حرفيا بيستنسخ كل حاجه موجوده على الهارد القديم وبينقلها زي ما هي للهارد الجديد. يعني انت مش هتحتاج مثلا انك تسطب ويندوز جديد لو حبيت ابجريد جهازك من هارد لاس اس دي، وده لانه هينقل الويندوز نفسه بكل الداتا البوت بتاعته لل SSD جديد، وكل ده هيحصل بدوسة واحدة بس. ممكن كمان تستخدم ايزاس لو حابب تحتفظ باي داتا مهمة عندك بعيد عن كلاود، او يعني لو كنت خايف تخلص الجيجا بايتس بتاعتك على الابلود. الحال من بعضه عزيز المشاهد، ما تكسفش. هنا ممكن ببساطة تجيب هارد او SSD خارجي وتنقل عليه كل الداتا اللي عايز تحتفظ بيها كنسخة باكاب وبأقل جهد ممكن. وعلى فكرة دي أأمن طريقة ممكن تعمل بيها باكاب للداتا المهمة بتاعتك، يعني عشان لو حساباتك على كلاود اتسرقت قدر الله. خليني اقول لك كمان ان البرنامج ده ممكن ينقذ ناس كتير لو حصل عندهم اي عطل في الهارد، وده لانه يقدر ياخد نسخه من الداتا اللي موجوده على الهارد البايظ في هيئه ديسك ايمج وينقلها لاي هارد تاني سليم. طبعا مش محتاج اقول لك ان الموضوع ده مش مضمون دايما، وبيكون متوقف بشكل اساسي على نوع العطل اللي في الهارد، بس ايا كان العطل فدي اسلم طريقه ممكن تنقل بيها الداتا من هارد بايظ. اسمع وما تدورش ورايا. كمان البرنامج ده بيقدم خدمات تانيه كتير، زي انك مثلا ممكن تستخدمه علشان تعمل فلاشة تسطب بيها ويندوز على اي جهاز تاني، ده غير انه متوافق مع نظام الكلاود بتاع مايكروسوفت اللي هو وان درايف، وده بيخليك تقدر تنقل اي داتا عندك من الكلاود للهاردات او العكس. خليني دلوقتي اوريك ازاي ممكن تستخدم البرنامج، وازاي فعلا بضغطة زرار واحد تقدر تنقل الويندوز بتاعك من هارد لاي واحدة تخزين تانية. وبالمناسبة هتلاقي في الوصف تحت رابط تقدر تحمل منه نسخة ديمو، كده تقدر تجرب منها شوية فيتشرز. خلينا الاول نوصل الهارد او الاس اس دي على حسب انت هتستخدم ايه في اللابتوب. وبالمناسبة مفيش أي قيود على الهارد اللي هتستخدمه، حتى لو تقسيمته مختلفة البرنامج هيخيرك ما بين إنك تسيبه وهو يقسم أوتوماتيك أو تقسم أنت الهارد أو الأس إس دي بشكل مانيوال بنفسك. الأول هنفتح البرنامج وهتلاقي الواجهة بتاعته بسيطة جدا زي ما أنت شايف كده. بالمناسبة الواجهة دي بالكامل معمول لها إعادة تصميم مع آخر تحديث نزل للبرنامج، فزي ما أنت شايف هي بسيطة سهلة ومفهومة وكمان نظيفة، مفيش دوشة إعلانات مثلا مزعجة. وطبعا زي ما أنت شايف كده فأنا بستخدم هنا النسخة برو من ايزس ديسك كوبي، واللي انا بشجعك جدا تشتريها مش عشان اي حاجه غير انها بتقدم مميزات فعلا كلنا بنحتاجها في وقت من الاوقات، سواء الديسك مود اللي بيخليك تنقل ديسك بالكامل سواء اس اس دي او هارد الاس اس دي او هارد درايف تاني. وبالكامل ده يعني فعليا انت هتنقل كل حاجه، انت هيبقى معاك جهازك كله حتى بالنظام والبرامج والملفات على هارد اكسترنال في ايدك تروح له وقت ما تحب. وفي البارتيشن مود، ودي تول هتسهل عليك جدا عمليه تقسيم الهارد او الاس اس دي بتاعك. واخر اوبشن وده جامد جدا برضو اللي هو اوبشن كرييت بوتابل ديسك، وده ببساطه لو معاك نسخه ايزو من نظام ويندوز مثلا او لينوكس او حاجه وعايز تخلي معاك فلاشه مثلا عليها الويندوز ده تسطبه وقت ما تحتاج. كل ده هتعمله من اوبشن كرييت بوتابل ديسك سواء على يو اس بي او حتى اسطوانه. وبما اننا دلوقتي هننسخ من هارد الاس اس دي، فتاكد من الشمال هنا انك في تاب ديسك مود. بعد كده هتختار الاول الهارد القديم اللي انت هتنسخ منه وبعدين تدوس نيكست. هنا بقى هتلاقي البرنامج بيعرض لك اللاي اوتس بتاعه الاس اس دي والاس اس دي اللي ورا بتوعي دلوقتي، ودي عزيز المشاهد اللي هي التقسيمه بتاعه وحده التخزين اللي هي البارتيشنز يعني. والبرنامج ده بيقدم لك خاصيه حلوه قوي اسمها الاوتو فيت، اللي هي دي اوتو فيت ذا ديسك.
واللي من خلالها بيقدر يطابق تقسيمة الـ SSD الجديد مع التقسيمة بتاعة الهارد أو الـ SSD القديم بالظبط. بعد كده هتدوس بروسيد وكده البرنامج هيبدأ ينسخ الهارد أو الـ SSD القديم على الـ SSD الجديد. الموضوع بسيط جدا زي ما انت شايف، ما بياخدش ثواني، ومن غير أي وجع دماغ هتقدر تأبجريد الـ PC بتاعك كله، حتى من هارد لـ SSD أو من SSD لـ SSD whatever بقى يعني. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي السعر. البرنامج ده طبعا مش مجاني، والنسخة البرو منه باشتراك شهري $20 تقريبا. طبعا في نسخ تانية اعلى بكتير ملناش دعوة بيها، خليك في البرو عزيزي وهتاخد المفيد. نسخة البرو بتقدم لك كل المزايا اللي ممكن تحتاجها زي نقل الويندوز ونسخ الهاردات او انك تعمل فلاشة لتسطيب ويندوز، وكمان هتخليك تقدر تعمل ريسايز للبارتيشنز اللي عندك على السيستم من غير وجع دماغ، ده غير انها بتخلي البرنامج يدعم ديسكات GPT. ودلوقتي خلينا نرجع تاني للبرنامج ونشوف وصلنا لفين. كده البرنامج خلص نسخ زي ما انت شايف، وبقى معاك SSD جاهز عليه الويندوز، وكده تقدر تفرمت الهارد القديم او SSD القديم وانت طم. وبفكرك تاني ان حطيت لك رابط في الوصف في نسخه من البرنامج تقدر تجرب بيها مجموعه حلوه من الفيتشرز اللي بيقدمها بشكل مجاني تمام. وبكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو. طبعا عزيزي مش هوصيك، لو عجبك الفيديو ما تنساش تمسي عليا باللايك والسبسكرايب والشير، وقول لي تحت في الكومنتات حابب اتكلم عن برامج ايه تاني. وفوتني بعض.